أكدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن مملكة البحرين باتت من الدول المؤثرة على الساحة العالمية فيما يتعلق بالمشاركة وإبداء الرأي بمختلف قضايا المرأة، لافتة إلى أن جانبا واسعا من أهداف التنمية المستدامة خاصة المتعلق منها بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات هي أهداف قد حققتها البحرين قياسا على المسيرة التاريخية الطويلة لتقدم المرأة البحرينية، وصولا إلى إنشاء المجلس الأعلى للمرأة كمؤسسة وطنية وجهة استشارية معنية بوضع ومراقبة السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز واستدامة حضور المرأة البحرينية في مختلف المجالات. وخلال استضافة سعادتها من قبل المعهد الدولي للسلام في لقاء حمل عنوان جهود مملكة البحرين في تقدم المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشارت الأنصاري إلى أن البحرين اليوم تحضر بقوة في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمرأة، فالمملكة عضو بلجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة وعضو المجلس التنفيذي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وعضو لجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية، لافتة إلى تبني هيئة الأمم المتحدة للمرأة جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة واعتماد المنامة أول عاصمة للمرأة العربية عام 2017. وتحدثت الأنصاري عن تنافسية مملكة البحرين في التقارير الدولية، مشيرة إلى أن البحرين حلت في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2018، كما حققت المملكة المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر القوى العاملة، والمرتبة الثالثة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون على مؤشر المساواة في الأجور والدخل التقديري للعام ذاته. وتحدثت الأنصاري عن جهود المجلس في وضع ومتابعة السياسة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، إضافة إلى استكمال المنظومة التشريعية الداعمة للاستقرار الأسري. كما تحدثت الأمين العام للمجلس عن النموذج البحريني لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وقالت إن المجلس الأعلى للمرأة لديه اليوم مؤشرات يقيس من خلالها مدى التزام مؤسسات الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص، وفي هذا السياق تحدثت أيضا عن إطلاق مرصد وطني يضم نحو 4000 مؤشر يقيس وضع المرأة بالتفصيل. وحول مشاركة المرأة في الحياة السياسية تحدثت الأنصاري عن مؤشرات تثبت حضور المرأة الفاعل في المشهد السياسي على مستوى الترشح والتصويت، وجددت فخر المجلس الأعلى للمرأة بوصول امرأة إلى رئاسة مجلس النواب عبر الاقتراع الحر المباشر. المجلس الأعلى للمرأة كمؤسسة معنية بمتابعة تقدم المرأة البحرينية وتعمل على تقديم نموذج مملكة البحرين كمرجع أو كبيت خبرة معني بمتابعة قضايا المرأة، من الضروري جدا أن يتم الحديث في مثل هذه المناسبات أو الاجتماعات، خصوصا أن اليوم معهد السلام الدولي هو معهد معني على وجه التحديد بوضع المرأة تحت مظلة ملف أوسع وهو ملف السلام والأمن والتنمية، والمرأة لها دور فاعل وكبير في هذا المجال. فقصة مملكة البحرين اليوم أيضا توصل رسالة جديدة للمجتمع الدولي الحاضر على أرض مملكة البحرين، أين وصلنا بالمرأة البحرينية وأين وصلت المرأة البحرينية بإنجازاتها وجهودها واقعيا. النجاحات التي حققتها المرأة البحرينية من خلال المجلس الأعلى للمرأة، من خلال التوجيهات التي تقدمها والرؤية التي تجسدها سمو الأميرة الشيخة سبيكة، وفي إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك تتحدث عن نفسها، ولست هنا للوقوف عليها فقط، إنما نحن نبني عليها لكي نرى معا في شراكة بين مملكة البحرين والمعهد الدولي للسلام للبناء على هذه الإنجازات التي لم تستجب فقط إلى الطموحات الوطنية، إنما أيضا استجابت إلى طموحات إقليمية وحققت
جانب كبير من الأهداف الإنمائية المستدامة التي طرحتها الأمم المتحدة.